عملية دخولها يفترض أن تكون مواطنة روسية وليس مواطنة إسرائيلية. النقطة الأخرى هنا في هذا المجال، للأسف الشديد بعض الأخوة ربما نحسبهم على جهة سياسية عراقية، قالوا إنها اعترفت على شباب في تشرين وأن هناك موبايلات وجدت الأرقام في موبايلاتها. يعني على يقين أن هذا الرجل تكلم من الهواء واستنتج من ذاته ولا يعلم شيء عنها، ولكن مثل هذه الأحاديث لشخصيات تظهر في الإعلام تؤكد أن هذه المختطفة أو المجموعة الخاطفة هي ربما قريبة من هؤلاء الذين تحدثوا في أنهم عثروا في موبايلها على صور وأحاديث ولقاءات مع شخصيات تشرينية وسياسية وإلى آخره من هذا الكلام. أما في شأن هل إن الدول تلك تحتاج إلى جواسيس وإحنا نحمل جواسيس عندنا؟ اليوم العالم وصلوا إلى مراحل إنهم يدخلون إلى غرفة نومك ويصورون من خارج جدار بيتك وعد معلومات كثيرة، وربما الجواسيس الآن أصبحوا ليس أفراد وإنما ربما يمثلون كتل سياسية وشخصيات حزبية وقيادية. يعني مو سجلوا له، تذكر هذا؟ لا، هذول من اهل البيت تجسسوا على السيد المالكي واستغلوا ثقته بهم وسجلوا له، واضح هذا الكلام. لكن احنا نتكلم عن تجسس دوله لدوله. انا بتقديري لحد هذا اليوم ملف التجسس لن ينتهي اليوم او غدا، سواء على الرغم من هذه التقنيه العاليه، إلا أن مسألة التجسس الفردي اللي يدخل عن قرب ويفهم الأحداث ويفهم تفكير الشعب ويدخل معه، وعندنا قصص طويلة في هذا المجال سواء لإسرائيل وغير إسرائيل. وحتى التجسس اللي كان يقام في زمن إسرائيل لديها جواسيس بالعراق، الأمريكان لديهم جواسيس بالعراق؟ أبدا ما استبعد. هاي واحدة منهم؟ أبد. أشوف أنا بقناعتي الشخصية أن هناك جواسيس فعلا يمثلون مواطنين من دول أخرى، يمثلون دول. يعني تعرف أنت اليوم المال يشتري الذمم، ممكن أن يكون هولندي جاسوس لإسرائيل، ممكن أن يكون فنزويلي جاسوس لأمريكا. وأيضا نوع آخر من الجواسيس هؤلاء أخطر، هم من أبناء البلد ربما يعني يتدرجون في المسؤوليات ويصبحوا حتى يصلوا إلى مراكز مهمة في الدولة. هؤلاء هدفهم تخريب البلد، عدم تنظيمه. وربما عدنا في قضية نائب رئيس اليوغسلافي نائب جوزيف روستيتو خير مثال، كان واجبه فقط يخرب ويسند المناصب لجهلة وفاشلين. إذن غورباتشوف غير مؤكدة قضيته في روسيا والاتحاد السوفيتي وتقسيمه، لكن ما ثابت عندنا هو نائب جوزيف بروستيتو. أيضا في العراق أعتقد بعد 2003 جاءتنا مشاريع خارجية كثيرة من دول عديدة، ومن شخصيات سكنوا في أمريكا وفي إسرائيل، في لبنان، في بريطانيا، في روسيا، في إيران، في أي دول أخرى. هؤلاء يمثلون مشاريع أنا باعتقادي. وأي شخص يفضل مصلحة بلد آخر على بلده هذا جاسوس أيا كان. سعد الله.